مستمرين معكم متابعي سوبورو تي في، ووصلنا معكم لحزيلة نهرو. اليوم رح نحكي عن وصايا آباء الكنيسة لألنا بأنه نقرأ دائما الكتاب المقدس ونعمل بوصاياه، وشلون نقدر أنه نخلي قراءتنا هاي مثمرة وفعالة. هدول تفاصيل رح يكونوا محور نقاشنا اليوم مع الأب الربان فيليبوس عيسى، كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس بالقاهرة مصر. بارخ مور أبونا بشينو إبخ. اللهم بارك بشينو أبو، وإن شاء الله هيك قضي وقت حلو بهذا اللقاء المثمر، وإن شاء الله هيك يصير في حوار حلو حول موضوع القراءة والسمع والحفظ كلمة الله. تودي ساقي لك أبونا، أكيد سعيدين بوجودك معنا اليوم. بالبداية أبونا، في معنا النص الإنجيلي رؤيا الإصحاح الأول الآية من 1-6، فقود أبونا تفضلوا. شمابه وامره روح حيو قديس وحاضر ألور الشرير أمين. القراءة من سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي الإصحاح الأول، الأعداد من 1-6. إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رآه. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوءة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. يوحنا إلى 7 كنائس التي في آسيا: نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي، ومن 7 الأرواح التي أمام عرشه، ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض، الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. آمين. أمين. تودي ساقي لك أبونا. مثل ما شفنا بالقراءة عم بيقول طوبى للذي يقرأ. طيب شلون تكون القراءة في ومن كلمة الله واحدة من خطوات الاستعداد للمجيء الثاني للرب؟ حقيقة مثل ما تفضلت، نحن اليوم موضوع الحلقة هو الوقت قريب. دائما كان ربنا يوصينا أنه هذا الوقت، الأيام الأخيرة جاي، نهاية الأيام، نهاية الأزمنة، آخر الأيام، الأيام الأخيرة، كل هالمصطلحات الله يوجهها لألنا، مو لأنه يريد يخوفنا أو يريد يقلقنا أو يحزننا نحن نخاف، لا بكرة يجي، بعد شوي يجي الله، ممكن نحن ما نكون مستعدين. هو الموضوع كله راح يكون في كيفية الاستعداد التام لملاقاة الرب يسوع المسيح في الأيام الأخيرة. كأنه هاي العبارة عم تشجعنا وتحفزنا وتعطينا قوة من جوا أنه نستعد. شلون بدنا نستعد؟ الكلمة اللي قريناها من رؤيا يوحنا اللاهوتي هو طوبى للذي يقرأ، واحد قراءة، وللذي يسمع أقوال النبوة، والذي يحفظ. نحن في هالثلاث محاور الرئيسية راح نتناقش ونتأمل في كلمة الله. أول شيء القراءة، يعني اليوم لما أنا أقول كيف أقرأ وماذا أسمع وماذا أحفظ، هالثلاث نقاط الرئيسية راح نتأمل ونتحاور فيهم اليوم بهذا اللقاء. أول شيء دائما الله في حواراته يسوع المسيح وكل المجد مع الكتبة والفريسيين والصدقين كان يجاوب دائما بكلمة: أما قرأتم ما قيل، ما هو مكتوب؟ يعني أنت ما عم تقرأوا اللي موجود، ممكن تدعون بالمعرفة العميقة وأنه حافظين كل الآيات وتعرفوا الكتب المقدسة كلها من بدايتها لنهايتها. فيسوع يعلمنا هون أنه كيف نقرأ قراءة صحيحة، يعني كأنه عم يجعل يقول ارجع قراءة النص والآيات بطريقة تأملية وفهمها ودركها واستوعبها، ولما تقرأها وتستوعبها بشكل صح وتطلب روح الله تقدر تنفذ ما هو مكتوب. نفس الشيء اليوم في العهد القديم لو نقرأ بكل القادة الروحيين ورجالات الله اللي كانوا يقودوا الشعب، مثل موسى مثلا، ناخذ موسى في العهد القديم يقرأ على مسامع الشعب، ونشوف في هاي الفترات الصعبة اللي كان يمر فيها هذا الشعب الإسرائيلي، إيش كتب موسى؟ يقول:
وأخذ كتاب العهد، يعني كأنه عم يريد يصحين ويوقظن ويخليهن دائما صحيين، وأخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب. فقالوا هل هني ايش ردة الفعل لما قرأ هو موسى؟ بده يعلمهم شلون يقرأوا شلون يفهموا كلمة الله ويتأملوا فيها. قالوا كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له. يعني كان لكلمة الله قوة فعالة وتأثير رهيب على مسامع الشعب في العهد القديم. قال كل شيء الله قاله وتكلم فيه تنعمل فيه ونسمع فيه. وكمان بولس الرسول يوصي أهل تسالونيكي لما عم يكتب لنا الرسائل التوجيهية والأبوية، يقول أنه لازم هالرسالة تبعي تقرأ على جميع. فكتير تعبير حلو بيقول أناشدكم، أناشدكم يعني أطلب بإلحاح ولجاجة، يا ريت وطلب أبوي خاص أن أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين. 1 تسالونيكي 5:27. أول خطوة من خطوات أنه أنا أعرف أنه الوقت قريب والأيام أخيرة والأوقات شريرة، أنه كيف أقرأ كلمة الله وأفهمها وأستوعبها وأدركها وأعمل فيها. طيب أبونا، خلينا كمان نسألك شلون تتم قراءة كلمة الله وحتى قراءة الكتب، كتب المعرفة من كتابات الآباء والتقليد الكنسي أيضا وتاريخ الكنيسة، قراءة سليمة ومفيدة ومثمرة؟ حقيقة ليس كل من يقرأ كلام الله يفهم، وكل اللي يقرؤون بغايات وأغراض مختلفة. منهم اللي يزداد معرفة، يقدر يعمل محاضرات ويقدر يناقش، يقدر مثلا يقدر يواجه التساؤلات، وفي منهم من أجل التشكيك أو الاعتراض. لكن حنشوف قصة حلوة بين نحميا وعزرا وشعب الله. ايش كانت الخطوات اللي قدروا يقرأوا فيها كلمة الله؟ اتخذوا خطوات كثير جريئة وشجاعة وطلبوا أن يعودوا لكلمة الله، لأنه هن تبردوا وعصوا وبعدوا عن كلمة الله وعملوا الشر في عيني الرب. شوفوا ايش عملوا، شيء 4-5 خطوات راح نشوفها. يقول أول شيء، هاي الخطوات طبعا احنا لازم دائما نتخذها في اجتماعاتنا أو في حتى لقاءاتنا الروحية وفي كل جلساتنا نعمل نفس الخطوات اللي عملها هذا الشعب في أيام نحمية وعزرية. يقول أول شيء اجتمع كل الشعب كرجل واحد إلى الساحة التي أمام باب الماء، وقالوا لعزرا الكاتب أن يأتي بسفر الشريعة موسى التي أمر بها الرب إسرائيل. يعني أول شيء كلمة الله تقرأ، غير احنا نقول بشكل فردي ويومي، انا مع حالي وسط الجماعه. الجماعه الاجتماع، اول شيء اجتمع كل الشعب، هاي الكلمه الاولى او الخطوه الاولى، انه نحن نجتمع ونطلب انه نقرا اسفار الحكمه والمعرفه. 1-2 عزرا ايش عمل؟ يقول اتى وقرا. لما نطلب نحن من المسؤول او من الابونا او من الخادم او الراعي او المتكلم بكلمه الله انه نحن بدنا نسمع، في رغبة من عندي قوية وداخلية أنه أنا بدي أسمع. فأجتمع مع مين؟ مثل أن أقول أنا أبونا راهب كاهن مع أخوتي الكهنة، وبعدين مع الشعب اللي أخدمه. بعدين إيش عمل عزراء؟ قرأ، فتح أمام كل الشعب. وهني لما بدأ يفتح كلمة الله ويقرأ فيها ويسترسل ويتأمل فيها، هني إيش عملوا؟ احتراما وقفوا. يقول وقف كل الشعب. هون وقف يدل على إيش؟ أنه أنا عندي استعداد وسهران على كلمة ربنا، بدي أسمع، بكون عندي إذن صاغية لكلمة الله. يقول وقف كل الشعب كأنه تأهب، استعد احترام وقار لكلمة الله. وبعدين لما وقف أنا مستعد أسمع كلمة الله، فإذا لازم أفهم. قعدوا يفسروا المعنى، إيش يقصد ربنا بهاي الآيات، بهاي الكتب المقدسة، بهاي الأسفار اللي أعطاها الله لموسى. بدنا شو يفسروا ويفهموا، هاي الخطوة الرابعة. بعدين كل الشعب يقول ذهبوا ليأكلوا ويشربوا ويبعثوا أنصبة ويعملوا فرحا عظيما. شوفي كلمة ربنا إيش عملت فيهم، صاروا مبتهجين وفرحانين وسعداء كتير كتير، لأن كلمة الله دخلت لقلوبهم وغيرت
وحرارتهم ولياقتهم، وصاروا ايه؟ صاروا كثير عندهم بهجه بكلمه الله، عم يسمعوا يعني فرحانين لانه فهموا كلمه الله. وبالاخير يقول: وكان يقرا في سفر الشريعه شريعه الله يوما فيوما من اليوم الاول الى اليوم الاخير. يعني هم ما اكتفوا بمره واحده، استمراريه ومتابعه دائما بكلمه الله يوم بعد يوم، من اليوم الاخير ليوم الاخير. يعني قصده يوم الاخير هون من اول ما انا ابدا في قراءه كلمه الله، مو بس يوم اي يوم لا، او بشكل متقطع، بشكل مستمر ودائم وعلى طول الى اخر لحظه، الى اخر يوم، هون قصده الى اخر يوم في حياتي اقدر أبدأ. هاي الخطوات كلها كانت كثير حلوه شعب الله عملها مع عزرا الكاتب ونحميه. طيب أبونا، خلينا كمان نقول يسمعون أقوال النبوة، هل القراءة وحدها تكفي أم لازم يكون في قراءة، خلينا نقول مع السمع لما نقرأ، تعتبر وحدة من الخطوات الأساسية بمرحلة الاستعداد لقدوم الرب يسوع؟ حقيقة نحن قلنا ثلاث نقاط أو خطوط أساسية رح نتناقش فيها. أول شيء القراءة، شفنا شلون يعني وبأي طريقة وشلون هي الخطوات. هلا رح نجي بقى على موضوع الذي يسمع اقوال النبوه، لانه طوبى له، هو بيعرف انه بقى قريب على الابواب، المسيح جاي على الابواب. فيقول الذين يسمعون اقوال النبوه، يعني شلون نحن نسمع؟ ما كلنا عم نسمع اليوم عشرات العظات والتاملات، ونسمع مقاطع فيديو تاملات روحيه كثير، وكلها من 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 ناس كثير تتامل، سواء رجال دين او خدام، كثير عم نسمع يوميا. لكن هون الخطوة اللي هي السمع بسهر، قبل شوي أنا قلت الشعب وقف احتراما وإجلالا لكلمة الله، فمشان هيك يجي بسفر الأمثال: إذا تسمع كلمة الله لازم توقف. توقف يعني مو أنه واحد يوقف، لا، بمعنى أنه أنا اليوم ساهر، سهران على كلمة الله. أنا يقول له إيش يقول في الأمثال؟ يقول 8 4 3: طوبى للإنسان الذي يسمع لي، يعني ياخذ الطوبة ساهرا كل يوم عند مصاريعي. مصاريعي اللي قصده هي باب بيته، بيت الله، ديار الرب، حافظا قوائم أبوابي. هلا بعد شوي رح نحكي عن حفظ، إزاي الواحد يحفظ كلمة الله هي عالي. إذا أول شيء بخطوات السمع لازم أنا أكون مستعد وسهران على القوائم، على المصراعي الباب، على قوائم الباب، أشوف كل كلمة تدخل لأدي أفلترها وأسمع هل تليق فيني أنا كأبن الله، كأبناء لله، هل تليق فيني؟ عشان هيك الله كان يحذر، يسوع كان يحذر بعد كل الأمثال وكل الآيات اللي كان يعملها والمعجزات، خاصة نحن لما الصوم الكبير، يقول: من له أذنان لسمع فليسمع. هاي الجملة سمعناها كثير. وحتى حنا بعدين كان يقول للشعب: توبوا توبوا توبوا، لأنه وقت لما يقول من له أذنان لسمع فليسمع. ويرجع معلمنا يعقوب الرسول ايش يقول؟ يقول: يا أحبائي، ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، يعني يكون عنده سرعة في الاستماع. هاي من ضمن الشخص اللي واقف السهران على كلمة الله، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، يعني يكون عندي سرعة على الاستماع. أنا لما أسمع في عظة حلوة، إذا أصلا أشوف إيش شيء جديد قدمه هذا الواعظ أو المتكلم، أسمع وأستفيد وأطبق هذا اللي أنا أستفيده. عشان هيك يكون الإنسان اللي يسمع يكون فقط سامع وساهر، مو بس يكون فقط سامع، يكون عامل بالكلمة. عشان هيك يقولوا لا نكون عاملين بالكلمة فقط وسامعين فقط، عاملين وسامعين. عشان هيك الآية تقول: ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين أنفسكم. يعني واحد ما يضع حاله يقول أنا بس بسمع، يسمع ويعمل بالكلمة. فعشان هيك بدي أعطيك مثل كثير صغير على تأثير السمع، إيه قوة السمع عند الناس اللي تسمع كلمات تأملية من الكتاب المقدس أو من أقوال الآباء. بولس الرسول في عزته القوية أثرت في قلوب 3000 شخص من المستمعين الحاضرين وغيرت حياتهم.
وأجود المسيح. فعشان هيك في أعمال الرسل 2 17 يقول: فلما سمعوا، سمع أدى إلى إيه؟ نخسوا، نخسوا في قلوبهم، وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أيها الرجال الأخوة؟ هذا قوة وفعالية الكلمة بالأذن، أثرت على القلب، القلب اتنخس، نخس القلوب، وطبعا اتعمد كله وخلصوا كل هالثلاث آلاف نفس لأجل بسبب تأثير كلمة الله من قبل بطرس رسول. حلو كتير أبونا. طيب خلينا ننتقل للشخصيات الكتابية. أهم الشخصيات الكتابية يلي كان لها أذان صاغية وكانت مطيعة، وأيضا الشخصيات الكتابية يلي كان لها أذان مغلقة وكانت مسدودة وما عم تسمع. حقيقة أنا يمكن كتير أحكي عن شلون الواحد يسمع، كيف يفهم، كيف يقرأ، والطرق اللي واحد يقرأ فيها. ممكن هذا كل الكلام يكون بالنسبة لبعض الأشخاص هو نظري غير واقعي غير عملي، بس لما أنا أقرأ في سير الكتاب المقدس، الآباء بالعهد القديم والعهد الجديد، ونحن عندنا بآبائنا السريان شلون كانوا أشخاص مميزين بطاعتهم، وآذان كانت مفتوحة صاغية ومطيعة لما يقوله الرب. واحد مثلا يقول من العهد القديم صامويل صوت الله، هل كان مستجيب صوت الله؟ إيه. فعالي الكاهن لما هو كان يسمع صامويل هذا الصوت، في حدا عم يناديه ويصرخ له يدعوه، قال له عالي روح اذهب اضطجع، ويكون إذا دعاك تقول تكلم يا رب لأن عبدك سامع. فذهب صامويل واضطجع في مكان. ايش وصله الكاهن لأن صامويل؟ قال له قل له يا رب انا سامع لك. فاذا صامويل ايش عمل؟ قال نفس الكلمه اللي وصاه فيها الكاهن، تكلم يا رب لان عبدك سامع. بس فصامويل كانت شخصيه تسمع بشكل صح وتطيع، وكان من اعظم انبياء العهد القديم. ويجي داود النبي كمان هاي الشخصيه المطيعه، طبعا داود الملك والنبي، يقول اني اسمع لما يتكلم به الله وبما، لأنه يتكلم كل شيء يتكلم فيه إيش هو الله بالسلام لشعبه ولأتقيائه فلا يرجعن إلى الحماقة، مزمور 85:8. لكن في شخصيات ترفض أن تسمع، ويسميها الكتاب المقدس ويطلق عليها صفة شوي صعبة، يقول الجاهل، الشعب الجاهل الذي يرفع أو يرفض سماع لكلمة الله. عشان هيك ايش يقول؟ اسمع هذا ايها الشعب الجاهل والعديم الفهم الذين لهم اعين ولا يبصرون ولهم اذان ولا يسمعون، في ارميا 5:21. اعطيك مثل بسيط، هن شخصيتين في العهد الجديد، اختين مريم ومرثا، وحده كانت مرتبكه لامور كثيره ومضطربه، وحده كانت قاعده عند اقدام المسيح وتسمع لكل كلمه يتفوه بها رب المجد. فايش قال لمرثا؟ مرثا هاي اللي كانت ما عندها سمع ابدا، مشغوله بالحياه وهمومها، فاجاب يسوع قال لها: مرثا مرثا انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيره، انما الحاجه الى واحد. طيب أبونا خلينا نرجع لموضوع الحفظ، مثل ما ذكرت من شوي أنه تنحكي عن هذا الموضوع، مثل ما هو مكتوب ويحفظون ما هو مكتوب فيها. إيش يعني أنه نحفظ الوصية والشريعة الإلهية يلي كتبها أناس، خلينا نقول الله القديسين بعهدي الكتاب المقدس؟ نعم، هلا نرجع معك لنقطة ثالثة والأساسية في هذا اللقاء، اللي هي الحفظ، حفظ كلمة الله. أنا تعلمت شلون يعني أفهم كلمة الله وأقرأها وأدركها بشكل صحيح وسليم، وبعدين انتقلنا من شلون نحن نسمع سمع صحيح ونكون مطيعين وساهرين على الكلمة. هلا بقى الأصعب شلون أحفظ هذا اللي أنا سمعته بآذاني وقرأته بفمي، لأنه يقول يحفظون ما هو مكتوب. ناخذ هيك أمثلة حلوة في الكتاب المقدس ونشوف شلون كان يحفظه. ناخذ أم النور العذراء مريم قديسة طاهرة، يقول عن مريم، يقول وأما مريم فكانت تحفظ
جميع هذا الكلام مفتكرة به في قلبها. يعني شلون كانت تحفظ مريم العذراء؟ يعني كانت عارفة بالكتب المقدسة في العهد القديم، كانت تقرأ، يعني كانت قارئة جيدة، كانت عارفة، تعرف مو بس قارئة وعارفة، كانت متأملة بعمق، تتأمل لما تقرأ وتعرف. ولما تأملت صارت تفتكر فيها في قلبها، يعني الكلمة صارت عندها حاضرة وجاهزة ومستعدة في أي وقت تستخدمها في أي مكان ومع أي شخص. مثل ما الرب يسوع المسيح لما تعرض للتجارب كان أشي يواجه التجربة العنيفة من قبل إبليس اللعين، مكتوب مكتوب، كانت الكلمة موجودة حاضرة عندي. يعني واحد إذا أنا أتقابل مع حدا وأنا قارئ كتير، يعني معروف عني بقرأ وبتأمل كتير، لكن أنا ما بعرف أرد، لكن قراءتي هاي كلها ما جابت نتيجة ولا جابت فعل قوي، لازم أعرف كمان أرد. فهو قصده حفظ الكلمة، يعني واحد يقدر يطلعها بالوقت المناسب. فتشوف كل أوقات العذراء مريم سلام الأسماء، حتى بوقت بشارتها قالت المديح حلو، بشارة العذراء قالت هذه التسبحة الحلوة اللي حين رددها بالكنيسة، وحتى بهروبها لمصر عرفت شلون تحفظ الكلمة، بمعجزة قانا الجديد عرفت شلون طلع الكلام، ولأنه يحافظ الكلام. ولما يسوع طبعا يضيع من هو 12 سنة في الهيكل، كمان كانت تحفظ كلمة هي ويوسف الجار. عند الصليب أقدام يسوع صليب المقدس عرفت شلون تحفظ الكلمة. في العيلة مع في العلية مع التلاميذ في عيلتها اللي بعد ما المسيح صعد إلى السماء عرفت شلون تحفظ الكلمة. مشان هيك العذراء هي خير مثال، لأن شخص كانت تحفظ جميع هذه الأقوال والنبوءات في قلبها، مفتكرة بها في قلبها. مشان هيك صاحب المزمور ايش يقول؟ يقول خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. أنه تحفظ الكلام يعني تخبئه، تضعه في قلبك وأمام عينيك، حتى تكون الكلمة دائما زي ما قلنا حاضرة وجاهزة أمام مجاوبة كل من يسألنا، وكل حادثة تمر معنا أو كل تجربة صعبة أو كل مشكلة نحن نوقع فيها نقدر نجاوب إبليس لا نحن حافظين الكلام ونقدر نطبقه، نقدر نعيشه، نقدر نتأمل فيه، رح يطلع حالا لأنه هو خبأناه في قلبنا مبتكرين فيه دايما. طيب أبونا خلينا كمان نسألك، شلون يكون حفظ الوصية والشي اللي مكتوب فيها خطوة ثالثة تخلينا مستعدين دائما أو تماما للقاء العريس السماوي بمجيئه الثاني؟ إذا نحن نعتبر أنه كلمة الله، وهذا أكيد نحن نشهد عنها ونعلن عنها، هي كلمة هي أثمن من الأهلق وغنية وقوية، فلازم أين نحفظها؟ بمكان لائق يليق فيه كلمة الله. يعني كلمة الله لما أنا بقول خبأت كلاما في قلبي، يعني معناتها القلب هو الكنز أو مكان اللي يحمل فيه الكنز اللي تحمل الوصية الكتابية. الوصية الكتابية إذا قلنا هي كنز ثمين غالي الثمن، أين لازم نحفظه؟ في مكان يليق فيه اللي هو القلب، والقلب هو جزء من هذا الكيان اللي هو جسد نفس والروح نفس الروح. فإذا عشان هيك يقول عن القلب إيش يقول؟ القلب اللي يحفظ كلمة الله، كلمة الله أو كلام الله أو الكلمة المكتوبة بأمثال 4:23 إيش يقول عن القلب؟ فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. يعني لما أحفظ كلمة الله لازم أحفظ قلبي من كل دنس، من كل شهوة رديئة. والأعظم من هيك والأصعب من هيك والأجمل من هيك إنه أحفظ جسدي، كياني الحقيقي اللي يسكن فيه كلام الله، لأنه أشوي جسدي وهيكل الروح القدس، روح الله. عشان هيك أشي يقول في كورينثوس 1:6-19 أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، صح، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم. يعني هذا جسد هو وديعة ثمينة الله سلمها لألك. عشان هيك بولس ايش يقول له تلميذه تيموثاوس؟ يقول له يا ريت تهتم تحفظ الوصيه الالهيه. يقول
الشبه في موتاوس أن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح. يعني بدنا نحفظ كلمة الله أو كلام الله أو مكتوب بقلبي وفكري وبالأعظم والأكثر هو جسد اللي هو هيكل الروح القدس بلا دنس بلا لوم إلى مجيء الرب يسوع المسيح. طيب أبونا، هل كان في بتاريخ الكنيسة خلينا نقول آباء ورعاة وخدام قدروا يقرأوا الكلمة ويسمعوها ويحفظوا الوصية الكتابية فصاروا قدوة حسنة لألنا؟ حقيقة نحن أنا دائما يعني بركز في كثير من التأملات أو اللقاءات أو الاجتماعات يعني نعمل أو حتى بعظامنا بالكنيسة أو مقابلاتنا مع الناس في خلال زياراتنا، أنه دائما إذا أنت ما تقدر وصعب عليك تقرأ وتسمع وتنفذ الوصية، دائما شوف قبلك أو ناس حواليك بيعيشوا الكلمة، يعيشوا القداسة وسط عالم شرير، حتى أنت تتشجع وتقتدي فيه وتمشي على نفس السلوك اللي نهجوا فيه هنا، نفس الخطة اللي مشوا فيها ومهدوا لنا هي. مثلا نشوف مثلا إبراهيم وإسحاق ووعد الله لقلوا بعد هذا الامتحان القاسي والمؤلم اللي هو يتجرب إبراهيم من الله أنه يذبح ابنه قدام عينه، لكن الله كان بيشوف إيمانه القوي العظيم. فلين إيش قال له؟ لا إبراهيم قال له كتير شيء حلو، قال له بذاتي أقسمت يقول الرب إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجلك أنك سمعت لقولي لأنك أنت فعلت وسمعت لأن قلت عليك أجل يصير فيك تكون أمة مباركة عظيمة ونسلك يكون مبارك وكثير مثل نجوم السماء ورمل البحر. هذا وعد الله لأنه وحتى بولس وتيموثاوس بولس شخص قدر يحفظ الوديعة اللي الله عطاه بالروح القدس الساكن فيه. فأش يقول له لما وقت انحلاله قد حضر، يقول له قد جاهدت جهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان. يعني شوفني أنا، يقول له شوفني أنا وتعلم مني مثل ما أنا تعلمت من يسوع له كل المجد الوديعة المتواضعة القلبي. يقول له أشهر لأي وصف، يقول احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا. يقول أنا حفظته وأطلب منك أنت كمان تحفظ. عشان هيك نشوف كمان إذا هيك مرينا مرور سريع على تاريخ الكنيسة السريانية الأرثوذكسية الأنطاكية، كتير آباء عظام قرأوا وسمعوا وكتبوا وحفظوا الإيمان السليم وحافظوا عليه وسلموا لأجيال لاحقة حتى وصلنا لحين اليوم. شوفي يعني هيك لو نظرة سريعة على كل الصلوات والقراءات والطقوس والألحان السريانية، كتابات والتفسيرات والشروح، مختلف العلوم والفنون اللي كتبوا فيها أبانا السريان اللي دافع منهم عن الإيمان معتقد القويم واستشهد حتى دافع بسبب تمسكه بهذا الإيمان، اللي منهم بحث وفهم ونشر وفسر وحط الألحان وأدار الكنيسة ودبر كنيسة تدبير الحسن. يعني هيك بشكل سريع نقول كم واحد: مار أثناسيوس، كيرلوس، عمود الدين، مار أفرام السرياني، يعقوب، مار سيبريوس، مار فيلوكسينوس ابن الصليبي، مار موسى بن كيفة بن العبري وغيره كثير كثير كثير. هذول كلهم هن قدوة حسنة ومثال صالح لنا شلون قدروا يقرأوا كلمة الله ويفهموها ويفسروها ويعلموها لنا وبعدين حفظوها في قلوبهم بهذا الجسد بالروح القدس الساكن فيهم وظلنا نحن نتسلم منه ورحنا كمان من المسؤولية الكبيرة على عاتقنا ونلقى على عاتقنا لازم نسلمها إلى أجيال قادمة.
حلو كتير أبونا، أكيد أسماء يعني مثل ما ذكرت أنت كتير، ودائما هيك إن شاء الله صلواتهم دائما يكونوا معنا، وإن شاء الله هيك دائما نكون تحت خلينا نقول إيدن وتحت كلمتن كمان اللي حاولوا يعلمونا هي، وإن شاء الله نتعلمها نحن كمان. أبونا، إيش هي المعوقات والصعوبات خلينا نقول والتحديات اللي عم تواجه الكنيسة والمؤمنين أيضا بقراءة وسمع خلينا نقول وحفظ وتمنعن خلينا نقول من الاستعداد الكامل لملاقاة الرب يسوع؟ طبعا نحن ليش نحن قلنا الوقت قريب؟ لأنه في الوقت القريب هذا نحن نقصد فيه المعنى الرمزي، أنه نحن في الأيام الأخيرة الإقبال على القراءة أو المطالعة أو المعرفة والعلم والتثقف والتحصيل العلمي خلينا نقول، أو يعني التمسك بالعلم، عم نلاقي فيها نحن اليوم كرعاة في الكنيسة وخدام وكهنة ورهبان كثير تحديات قوية جدا وصعوبات أصعب وأصعب. نفس الصعوبات كانت في العهد القديم أو في أيام المسيح وكل المجد، لكن هلا بالوقت الحالي اشتدت. مشان هيك احنا اليوم قلنا نرجع هيك نذكر أنفسنا ونذكر كل المستمعين أو المشاهدين اللي عم يحضروا هاي الحلقة، إنه نحن أمام كثير معوقات تعيق كلمة الله أو إنه نحن نوصلها. ممكن واحد يقول لي القراءة مين عم يقرأ يا أبونا أو مين حتى عم يسمع، رغم إنه كل التسهيلات مقدمة من خلال عصر السرعة اللي نحن نعيشه والتكنولوجيا الهائلة اللي توصلنا لها. مين عم يقرأ يا أبونا؟ نحن لما أقول القراءة مش قصدي إنه واحد يمسك كتاب ليل نهار يقرأ، لا طبعا هذا شيء كويس واللي يقدر يعمله كثير حلو. أنا قصدي إنه نقرأ بما كتب ولا شيء اللي هو النوع اللي نحن نقرأه، ولا شيء بسيط نقرأ، لكن هو مستمر، قراءة مستمرة. قراءة ما شرط تكون نحن مثل ما قلت أفتح كتاب وأقرأ، لكن ممكن أنا أسمع. يعني في ناس كثير عندها مشكلة في القراءة بسبب مثلا أمراض معينة، لكن هي تسمع اللي عم يتكتب أو اللي يتكتب واللي راح ينكتب. القراءة ممكن نحن كلنا عنا أجهزة حديثة وعنا أجهزة نقول موبايلاتنا أو كل الوسائل الموجودة متاحة. يعني ممكن أنا الصبح أقوم ولو آية نص معين تأمل معين أقرأه، هذا المطلوب، بس إذا كان له تأثير قوي في حياتي. هلأ إذا نحن رجعنا هيك إلى كتاب مقدس، إيش اللي كان يمنع الناس إنه تقرأ بشكل صح رغم إنه كان تقرأ كتير؟ تعالوا نشوف واحدة مثلا من الـ من الـ من الحوادث اللي تحصل على المسيح. شاب غني يجي يقول للمسيح أنا بدي أرث الحياة الأبدية، إيش أعمل؟ المسيح إيش يقول له؟ احفظ الوصايا. إيش قال هو؟ حفظتها منذ حداثتي، فماذا يعوزني بعد؟ يعني عندي مشكلة في الـ في 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 القراءة اللي هي تعتبر التواصل مع كلمة الله، ما قادر يوصل لك المكتوب إيش الله يريد يقوله. فكان عنده مشكلة في إيش؟ بيع وزع واتبع. قالوا يا إذا بدك تكون كامل روح بيع أملاك واعطي الفقراء كون لك كنز في السماء. تعال اتبع. أول معوقات اللي تواجهنا من أول المعوقات أو الصعوبات أو التحديات هي أنه نحن ما عم نقدر نفصل بين ما هو مكتوب بين ما نحن نعيشه. نحن في تعلق شديد بالحياة، متمسكين كثير بهي الحياة المادية الشهوانية الدنيوية. هذا اللي كان عم يعاني منه الشاب الغني. أول شيء لازم يبيع ويوزع ويدفع، في شيء لازم يتجرد واحد منه يتوزع. الشغلة الثانية كتير كتير صعبة هي الزيادة والإضافات والحذف. واحد يزيد على كلمة الله أو يزيد بمعنى يزيد من إبداعاته أو فكره الخاص، مش فكر الله أو روح القدس. يضيف، هو يضيف من كتاباته، هو مش ما الله يمليه هو يكتب أو بإلهام وحي الروح القدس، ويحذف على كيفه ويحط على كيفه. وهيك وصلنا للهرطقات والبدع، حتى الإلحاد وحتى التطرف والتشدد. هذا بسبب إيه؟ بسبب عدم فهمي وقراءتي السليمة لكلمة الله. مشان هيك إيش يقول في رؤيا؟ كثير كلام خطر. رؤيا 22:18، إني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوءة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله على الضربات المكتوبة في هذا الكتاب. يعني واحد ما لازم يزيد من عنده تأليفاته الخاصة،
والشغلة الثالثة كمان من المعوقات اللي توقف أمام فهمي لكلمة ربنا هي المرائية، أصعب شيء، والتقوى الشكلية والخادعة. عشان هيك أشي يقول المسيح أن كان يواجهن مواجهة صعبة مرات المسيح للمرائي، لشغل يا مراؤون حسنا تنبأ عنكم إشعياء قائلا يقترب هذا الشعب مني بفمه ويكرمني بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عني بعيدا، وباطل يعبدونني وهم يعملون ويعلمون تعاليم هي وصايا الناس. نفس الفكرة اللي قلتوها قبل شوي، يعني هاي وصية، هي تقليدا الخاص مش وصية الله أو الشرائع الإلهية. أما المعوق الرابع أو من التحديات اللي تواجه الكنيسة وشعبها اللي هو قساوة القلب، القلب القاسي المتحجر اللي مليان غل وحقد وتحزب وخصام وشهوة. عشان هيك يقول له إذ قيل اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في الإسخاط عبرانيين 3:15. التحدي الخامس أو من المعوقات كمان الصعبة هي اللي حصل مع الكنائس السبعة في رؤيا يوحنا اللي إحنا عم نقرأ منه اليوم، هذا الإصحاح الأول، التوجيهات والإرشادات للمشاكل اللي صارت في هاي الكنائس والنقاط الضعف اللي حصلت فيها. عشان هيك يقول لنا دائما بعد كل مديح أو شيء بيمدح الكنيسة بعدين بيعطي تعليمات وإرشادات وتوجيهات أبوية لهاي الكنيسة، يقول الأشياء اللي خليتها تضعف وتفتر وتبعد عن ربنا. يقول من له أذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. هذول أهم المعوقات أو الصعوبات الكبيرة والتحديات الهائلة اللي عم تواجه الكنيسة عامة وشعب المؤمن من القراءة والسمع والحفظ. ما تخلينا نستعد الاستعداد التام واللي يليق بأولاده لنلتقي في الرب يسوع المسيح، والأيام قريبة مثل ما قلت. تودي ساقي لك أبونا، مع الأسف داهمنا الوقت، كان يعني الموضوع جدا غني وكان النقاش كمان والتفاصيل اللي طرحتها غنية كتير. تودي ساقي لك أبونا، على أمل نلتقي كمان بلقاءات تانية. أكيد أنا كتير كنت فرحان ومبسوط لهاي اللقاء الحلو اللي صار اليومين، كمان إحنا مبسوطين معك سبورة تي في، القناة المباركة والمحبوبة طبعا وسط الشعب المصري، هون كل الشعب المصري كمان بيحب ومتابع جدا الخدمات الحلوة اللي عم تقوموا فيها، وهذا التأثير القوي اللي عم تتركوه عند كل هذا الشعب الموجود في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الشقيقة. كمان باسم الكنيسة هون كنيسة العذراء وباسم الكنيسة القبطية بنطلب لكم كل التوفيق والنجاح الدائم، ومع المحبة والتقدير لكل الجهود الكبيرة اللي عم تقوموا فيها في سبورة تي في. ربنا يبارككم وشكرا على استقبالكم لألي. تودي ساقي لك أبونا، أكيد سعيدين وفخورين بهذا الحكي الجميل اللي عم نسمعه هلأ. تودي ساقي لك، على أمل نلتقي كمان بلقاءات تانية. أكيد، شكرا كثير.